مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة أقدمها لكم من برنامج متابعات إخبارية. مسيرة الإنسان عالم غريب من العجائب، جامعة كل الأضداد، سهلة وممتنعة، واضحة ومبهمة، تشبه الأخبار التي نسمعها ونرويها، أحجية تتداولها الألسن لتبقى في وجدان الزمن. رحلتنا في مسيرة إنسان اليوم نبدأها معكم في برنامج متابعات إخبارية، فابقوا معنا. في الوقت الذي وجه فيه مجلس الوزراء كافة وزارات وجهات الدولة المعنية بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع تحقيقا للتنمية، باشرت وزارة الأشغال العامة ممثلة في وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نور المشعان القيام بجولات تفقدية للوقوف على سير المشاريع ومراحل الإنجاز التي وصلتها. وكان من أبرز المشاريع التي شددت الوزيرة المشعان على تذليل كافة العقبات أمامها هو مشروع مطار الكويت الجديد، إضافة إلى مشاريع صيانة الطرق الجديدة التي وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية وسيتم تدشينها قريباً. تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفلت جامعة الكويت بتكريم أوائل الطلبة المتفوقين. هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود الطلبة في مسيرتهم العلمية وحافزا لهم للمضي قدما في طريق التنمية الشاملة وخدمة وطنهم. أما في أخبارنا الدولية مشاهدين، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد الفلسطينيين في القطاع، وصل منها المستشفيات عشرات الشهداء والجرحى في 24 ساعة الماضية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة إسرائيلية فتحت نيرانها تجاه السكان ومنازلهم في حي الشجاعية شرقي غزة، كما قام الاحتلال بحرق مسجد العودة الذي يعد من أشهر مساجد مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. هذا وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية لجيش الاحتلال جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة. أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء من موقع وانتشانغ للإطلاق الفضائي على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرة الجنوبية، وتم إطلاق القمر الصناعي تشونغ شينغ 3A بواسطة نسخة معدلة من الصاروخ الحامل لونغ مارش 7، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وسيوفر القمر الصناعي المصمم ليكون قمرا صناعيا للاتصالات والبث، سيوفر مشاهدينا خدمات نقل الصوت والبيانات والراديو والتلفزيون، وهذه هي المهمة رقم 526 للصواريخ الحاملة من سلسلة لونغ مارش. يواجه نهر اليانغتسي الصيني أول فيضان له في عام 2024، حيث وصلت مستويات المياه إلى مراحل التحذير وفاضت البحيرات الكبرى بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة وفقا لوزارة الموارد المائية. ويشهد النهر الفيضان الأول لعام 2024، حيث ارتفع منسوب المياه في جوجيانغ وهي محطة مراقبة رئيسية للمجرى الأوسط والسفلي لنهر اليانغتسي إلى 20 مترا ووصل إلى مستوى التحذير. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. انضم متطوعون إلى الشرطة والحرس المدني وخدمات الإطفاء والإنقاذ في البحث عن المراهق البريطاني المفقود جاي سليتر في تينيريفي منذ 17 يونيو الماضي. انضم حوالي 40 متطوعا إلى عملية البحث التي نظمها الحرس المدنية، وشاركت في عملية البحث منظمات تطوعية متخصصة بالإضافة إلى أفراد من الجمهور ذوي الخبرة في مثل هذه الظروف. يهدف الجهد التعاوني إلى تغطية المزيد من الأرض وزيادة فرص العثور على الشاب. وصل عدد غزال ميلو الأصلي الذي كان منقرضاً ذات يوم إلى 8216 بعد موسم ولادة منتج آخر في محمية دافينغ ميلو الطبيعية الوطنية في الصين، وهي الأكبر من نوعها في العالم خلال موسم المواليد لهذا العام، والذي انتهى للتو في نهاية يونيو. ولد ما مجموعه 825 غزال ميلو، ويعد غزال ميلو المعروف أيضا باسم غزال الأيل أو غزال بيري ديفيد هو نوع مستوطن في الصين، وهو تحت الحماية الوطنية من الدرجة الأولى. وفي موضوع آخر، أظهرت بيانات رسمية أن صناعة البريد في الصين شهدت توسعاً قوياً في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، حيث سجل حجم الأعمال نمواً مزدوج الرقم، وتعاملت الصناعة مع إجمالي 73 مليار طرد خلال هذه الفترة، بزيادة 21% على أساس سنوي وفقا لمكتب البريد الحكومي. وفي شهر مايو ارتفعت مبيعات الفواكه الطازجة مثل الليتشي والكرز والأسكندنيا، وهو ما عززه الترويج للتجارة الإلكترونية. أظهر فيديو لشاهد عيان تم تصويره في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا طائرات إطفاء وأعمدة كبيرة من الدخان وحصانا يتم إجلاؤه بسبب حريق غابات. حريق بولدر فيو الذي أججته الرياح العاتية والظروف الجافة أدى إلى عمليات إخلاء بالقرب من سكوتسديل بولاية أريزونا وفقا لإدارة الغابات والحرائق في ولاية أريزونا. فقد التهم ما يسمى حريق بولدر فيو أكثر من 3000 فدان. داخل الجدران المغطاة بالأسلاك الشائكة للسجن اليونانية، يصعد الممثلون إلى المسرح، وعلى عكس معظم العروض الأخرى فإن الفنانين والجمهور هنا هم نزلاء في سجن شديد الحراسة في أثينا. المسرحية مشاهدين هي المأساة اليونانية القديمة أنتيغون، وأكثر ما يعرض في هذا المسرح أعمال سوفوكليكس السياسية، وشارك نحو 250 نزيلا في ورشة عمل السجن منذ إطلاقه عام 2016، وقد شاهد العروض ما يزيد عن 1000 شخص. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.